وعز الكل وانت
Thank you.
نعم إنها لحظات مؤثرة وتاريخية، لحظات تصنعها أياد بصرية وعقول بصرية وإبداع بصري، ويصنعها علماء جامعة البصرة. ها هو التفوق وها هو الإبداع يمثل اليوم في مدينة البصرة الرياضية. دراسة الدكتوراه كلية العلوم علوم الحياة الطالبة زينة هاشم عبد الواحد. والآن فليتهيأ الطلبة الثلاثة الأوائل على الجامعة للدراسات الأولية. أولاً نبدأ بالاختصاصات الطبية. طلب الأوائل جميعاً يكونوا قريبين من المنصة ويكون الظهور على المنصة بحسب التسلسل. نعم نبدأ بالطالب الأول على الاختصاصات الطبية من كلية التمريض زينب خليل عبد الله. يبدو أن جماعة كلية الطب متفاعلون مع أصدقائهم وزملائهم وهم يستحقون ذلك لما حققوه من تفوق، ولهذا التكريم اليوم كان بنكهة مميزة بهذه الأسماء البصرية الشاخصة على منصة المهرجان. الطالب الثاني على التخصصات الطبية من كلية طب الأسنان فيصل ميثاق فيصل. وقد حل بالمرتبة الثالثة على التخصصات الطبية من كلية الطب علي عبد الحسن محمد. الدكتور علي عبد الحسن محمد، خلاص شوي ويزعل علي النوب. كلكم إبداع وكلكم تفوق وكلكم أرقام مهمة في سماء البصرة الفيحاء. تحية كبيرة لكم والإعلاميين الأعزاء زملائي الأفاضل من صحفي البصرة الذين سينقلون صورة ناصعة جميلة عن جامعتهم الأم جامعة البصرة وعن طلبتها المتفوقين. تتفضل السيدة أمين جامعة البصرة إلى المنصة برفقة الدكاترة والأساتذة للمشاركة في تقديم الجوائز التقديرية. طلب الأعزاء السرعة أثناء القدوم إلى المنصة، بعدكم شباب والمنصة قريبة، فأرجو من حضراتكم القدوم إلى المنصة سريعا عند ذكر الأسماء، لأن تقريبا عندنا أكثر من 100 اسم.
بعد ذلك التخصصات العلمية الصرفة في المرتبة الأولى من كلية الإدارة والاقتصاد القرنة حوراء كريم حيدر، فلتتفضل. القرنة حاضرة بقوة اليوم في كراديسها أثناء الاستعراض وفي تفوقها. المرتبة الثانية على الاختصاصات العلمية الصرفة من كلية الإدارة والاقتصاد، هذه الكلية العريقة، هادي فاضل عبد الكاظم. في المرتبة الثالثة على التخصصات العلمية الصرفة من كلية علوم البحار، مريم قصي عبد الرحمن. وحان الوقت الذي أكون فيه منحازاً، والانحياز هنا حلال لأساتذتي وزملائي في كلية الزراعة، فقد جاء في الاختصاصات الزراعية والبيطرية الأول من كلية الزراعة. لا بعد شوف القسم، هم قسمي، من قسم البستنة وهندسة الحدائق زينب ظاهر عبيد. في المرتبة الثانية وأيضاً من كلية الزراعة على اختصاصات الزراعية والبيطرية من قسم علوم الأغذية سجى عبد الزهرة يونس. وفي المرتبة الثالثة من كلية الطب البيطري بنين حيدر مسلم. في الاختصاصات التربوية جاء في المرتبة الأولى من كلية التربية للعلوم الإنسانية اللغة الإنجليزية مهند حامد سالم. ومن كلية التربية للبنات في المرتبة الثانية من قسم اللغة العربية زينب ناجي محمد. وفي المرتبة الثالثة من كلية التربية القرنة قسم اللغة العربية أيضاً آيات حسن عيسى. نعم، هذا هو التفوق الذي يستحق أن نقف له على أقدامنا ونصفق له عالياً
ونرسل رسالة من البصرة، رسالة عالمية بأن البصرة كل من فيها متفوق وكل ما فيها يستطيع أن يصنع النجاح، نجاح بصري مبهر من ذوي الاحتياجات الخاصة، بل أصبح دواء للآخرين الأصحاء الذين لم يستطيعوا أن يحصلوا على هذا التفوق، فحيوه بتحية كبيرة. والآن انتقال إلى تكريم الطلبة الثلاثة الأوائل على كليات الجامعة للدراسات الأولية، وابتداء من أقدم الكليات تأسيسا في جامعة البصرة كلية الآداب. ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية الآداب المحترم إلى منصة التكريم للمساهمة مع السيد رئيس الجامعة والسيد محافظ البصرة والسادة المساعدين. والآن ندعو الطالب الأول على كلية الآداب، الطالب الخريج نور قاسم عبد الله ودي من قسم الفلسفة الحاصلة على معدل 90، فنحياه بالتصفيق الحار. ولتتحضر الطالبة الثانية على كلية الآداب للدراسة الصباحية، الطالبة آلاء مرتضى علي مسلم الحاصلة على معدل 89 من قسم اللغة العربية. ولتتهيأ الطالبة الثالثة على كلية الآداب للدراسة الصباحية، الطالبة الخريجة دعاء صالح محمد الحاصلة على معدل 89 من قسم الترجمة، فنحياه بالتصفيق الحار. نشكر السيد محافظ البصرة على مشاركته ومساهمته في حضور مراسيم تخرج جامعة البصرة دفعة طوفان الأقصى، والدكتور عقيل الفريجي المحترم. والآن الطالبة دعاء صالح محمد يوسف. والآن انتقال إلى الطالب الأول على كلية الآداب للدراسة المسائية، الطالب كاظم عبد الله جحيل من قسم الفلسفة الحاصل على معدل 88، فليتفضل إلى المنصة. ولتحضر الطالبة آرام ماجد عبد الحميد من قسم الترجمة الحاصلة على معدل 88. ولتتفضل الطالبة سهاد جاسم عاشور الحاصلة على معدل 87 من قسم الترجمة.
الخريجة سهاد جاسم عاشور، فلتتفضل إلى منصة التكريم. نشكر السيد عميد كلية الآداب ومجلس كلية الآداب المحترمون على جهودهم المتميزة في تخريج هذه الدفعة الطيبة. والآن انتقال إلى كلية العلوم، ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية العلوم إلى منصة التكريم. وندعو الطالبة الأولى على كلية العلوم، الطالبة الخريجة وسن قاسم سوادي الحاصلة على معدل 89 من قسم علوم الحياة. وليتهيأ الطالب الثاني على كلية العلوم، الطالب الخريج حمزة فاضل عبد الأمير الحاصل على معدل 88 من قسم علوم التحليلات المرضية. تحية حب واحترام إلى خريجي كلية العلوم المتميزين. والآن انتقال إلى الخريجة الثالثة على كلية العلوم فاطمة كريم حميد، لتتفضل على المنصة لتكريمها الحاصلة على معدل 86 من قسم علوم البيئة. وبعد ذلك ليتهيئ الأوائل على الدراسة المسائية لكلية العلوم، الطالبة الأولى على الدراسة المسائية إخلاص علي جبار من قسم علوم الحياة، والطالب الخريج هاشم طه هاشم من قسم علوم الكيمياء، والطالبة الخريجة زهراء يوسف محمد من قسم علوم الحياة. تصفيق حار رجال، حب مراسيم تخرج. نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى السيد عميد كلية العلوم وإلى مجلس كلية العلوم على جهودهم المتميزة في تخريج هذه الدفعة الطيبة. والآن انتقاله إلى كلية الهندسة، ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية الهندسة المحترم إلى منصة التكريم لتكريم طلبته الخريجين الأوائل للدراسة الصباحية والمسائية. ويتقدم الطالب الخريج الأول على كلية الهندسة عباس فاضل رضا الحاصل على معدل 88 من هندسة الحاسوب. ويتبعه الطالب الخريج سلام هادي طاهر من هندسة النفط الحاصل على معدل 83 للدراسة الصباحية. والخريج الثالث على كلية الهندسة محمد عبد الحسن خريبط من قسم هندسة الميكانيك، فليتفضل مشكورة. وبعد ذلك الطالبة الخريجة إسراء أحمد كاظم من قسم هندسة الحاسوب، والطالبة الخريجة عباس محمد شهاب من قسم الهندسة الكيمياوي، وبعد ذلك الخريج سامي طاهر صادق من هندسة الكهرباء. أعتقد طلبة خريجي الهندسة لم يتوفقوا بالحضور، سيسلمون في مجلس الكلية إن شاء الله. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد عميد كلية الهندسة ومجلس الكلية المحترم على تخريج هذه الدفعة المباركة، وسيتكون تكريم الطلبة الخريجين في مجلس كلية الهندسة. والآن انتقاله إلى كلية الطب، كلية الطب، ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية الطب المحترم إلى منصة التكريم مع التصفيق الحار. وندعو السيد مدير صحة البصرة الأستاذ دكتور عباس إلى منصة التكريم لمشاركة
بتكريم الطلبة الخريجين أوائل على كلية الطب. وأنا أدعو الطالب الخريج الأول علي عبد الحسن محمد الحاصل على المركز الأول لكلية الطب. والآن انتقاله إلى المنصة لنرى تكريم الطالب الأول على كلية الطب علي عبد الحسن محمد الحاصل على معدل 86. فتحية احترام لدكتور علي. وهناك تكريم من السيد مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي إلى الطلبة الخريجين الأوائل من كلية الطب. وندعو الطالب الخريج جعفر صادق غالب الثاني على كلية الطب لهذا العام. وبعد ذلك انتقاله إلى الطالب الخريج الحاصل على المركز الثالث الخريجة بان خلدون عبد الكريم لتتفضل إلى المنصة لتكريمها. وكما عودتنا كلية الطب على تميزها وتميز طلبتها الأعزاء، نكرم استثناء الطالب حسن عبد الهادي الحاصل على المرتبة الثامنة على العراق في امتحان جائزة الإبداع لكليات الطب. فتحية احترام وتصفيق كبير للطالب حسن عبد الهادي. ليتحضروا خريجي كلية الزراعة لأننا سنصل إليهم قريبا. نتقدم بالشكر الجزيل للسيد عميد كلية الطب المحترم والسادة والسادة أعضاء مجلس كلية الطب الأعزاء على جهودهم في تخريج هذه الدفعة الطيبة ليكونوا بلسما لطلبتنا وأهالينا في الحياة المجتمعية. والآن بتكريم من السيد مدير صحة البصرة إلى الخريجين الأوائل على كلية الطب ندعوهم مرة أخرى. الخريجين الأوائل على كلية الطب نرجو العودة لاستلام تكريمكم من السيد مدير صحة البصرة. ونرى أمامنا الطالب حسن عبد الهادي الحاصل على المركز الثامن على العراق في امتحان جائزة الإبداع لكليات الطب. فتحية وتصفيق لهذا الجهد والمثابرة. عوائلنا الكريمة بعد وقت أريد صفقة حارة. Yeah.
والآن الشكر الجزيل والثناء الجميل للسيد مدير صحة البصرة على تكريم خريجي كلية الطب والمساهمة في ذلك، ليتحضروا خريجو كلية الزراعة. نشكر السيد مدير صحة البصرة والسيد عميد كلية الطب للمساهمة في التكريم. والآن نتشرف بدعوة السيد عميد كلية الزراعة المحترم للحضور إلى المنصة لتكريم الخريجي على دراسة الصباحلية لكلية الزراعة. والآن نستقبل الطالبة الخريجة زينب ظاهر عبيد الأولى على كلية الزراعة من قسم البستنة وهندسة الحدائق. والآن الطالبة الخريجة سجى عبد الزهرة الثانية على كلية الزراعة من قسم علوم الأغذية الحاصلة على معدل 90. وندعو الطالبة الخريجة الحاصلة على المركز الثالث بتول بشير عباس من قسم المحاصيل الحقلية. نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد عميد كلية الزراعة ومجلس كلية الزراعة لجهودهم المتميزة في تخريج هذه الدفعة المباركة. والآن انتقاله إلى كلية طب الزهراء، وذلك نتشرف بدعوة السيد عميد كلية طب الزهراء. نعتذر على البروتوكول، ولكن بسبب السيد مدير صحة البصرة لديه التزام وهو مشارك في تكريم الطلبة الخريجي الأوائل على كلية طب الزهراء. ندعو السيد عميد كلية طب الزهراء أو من يمثله للحضور إلى المنصة. الطالبة الخريجة أساور سالم محمد الحاصلة على المركز الأول لكلية طب الزهراء، هذه الكلية الحديثة في تأسيسها والكبيرة في عطائها. ونتشرف بحضور السيد ممثل عميد كلية طب الزهراء السيد المعاون العلمي إلى المنصة، وندعو الطالبة الخريجة زهراء عدنان حسون الحاصلة على معدل 81 الحاصلة على المركز الثاني لكلية طب الزهراء. والطالبة الخريجة الحاصلة على المركز الثالث على كلية طب الزهراء ليلى عامر شاهي، فلتتفضل محفوفة بالتصفيق الحار.
الشكر الجزيل للسيد مدير صحة البصرة لتكريمه الطلبة الخريجين من كلية الطب وكلية الطب الزهراء، ونشكر السيد ممثل عميد كلية الطب الزهراء والسادة أعضاء مجلس الكلية على جهودهم في تخريج هذه الدفعة المتميزة لخدمة المجتمع العراقي في المستشفيات، كفانا الله شر الأمراض. شكرا جزيلا. والآن نرجع إلى التسلسل الزمني وحسب القدم، ونقدم اعتذارنا إلى كلية الإدارة والاقتصاد، ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد إلى المنصة لتكريم الطلبة الأوائل على الدراسة الصباحية والمسائية لهذه الكلية المعطاء التي تعتبر من أكثر الكليات أعداداً في طلبتها، فاقت 10,000 طالب للدراسة الصباحية. وندعو طالب الخريج هادي فاضل من قسم الاقتصاد الحاصل على المركز الأول على الكلية، وطالب الخريج حوراء هادي إبراهيم الحاصلة على المركز الثاني في قسم الاقتصاد الإحصاء، ولتتحضر الطالبة الخريجة فاطمة حسين خضير الحاصلة على المركز الثالث على كلية الإدارة والاقتصاد. والآن انتقال إلى الطلبة الأوائل على الدراسة المسائية، الطالب الخريج عبد الله لفت عبيد من قسم الاقتصاد، والطالب الخريج محمد مهدي من قسم العلوم المالية والمصرفية. ولتتحضر الطالبة الخريجة الثالثة على كلية الإدارة والاقتصاد للدراسة المسائية، الطالبة الخريجة آيات فلاح حسن من قسم إدارة الأعمال. إن هذه الجوائز والهدايا مقدمة من رئاسة جامعة البصرة والسادة عمداء كليات الجامعة الأعزاء، وذلك تميزت هذه الجامعة بتقديم أفضل الهدايا للخريجين الأوائل على طلبتها. واستجابة إلى طلب السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية يقول العوائل ما قاعد تصفق للخريجين، صار برود الآن صفقة كبيرة لكل الحضور. لا تبردون لا تبردون، بعدنا بأوله، لا تبردون. وارفع حلمك خلي يوصل للغيم، في الكل شمس لا لا تيأس، عيش اليومك صدقني ربنا كريم. هي شريتكم هي شريتكم، ما ظل شي ما ظل شي. إن شاء الله دفعة خير للعراقيين. ونشكر السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد ومجلس الكلية الأعزاء في جهودهم لتكريم وتخريج هذه الدفعة المتميزة. والآن انتقاله إلى كلية التربية للعلوم الصرفة، ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة إلى المنصة للمشاركة في تكريم الطلبة الخريجين الأوائل على كليته للدراسة الصباحية والمسائية، وابتداء بالطالبة الخريجة ضحى عبد الله من قسم علوم الحياة. ونتشرف بدعوة الحاج الشيخ مختار ممثل الحاج سامي العاشور إلى المنصة للمشاركة في تكريم الطلبة الخريجين. وبعد الطالبة الخريجة الثانية على كلية التربية للعلوم الصرفة بتول عبد الصمد الحاصل على معدل 87 من قسم علوم الحاسوب. والآن تصفيق كبير إلى الطالبة الخريجة ضحى عبد الأمير من قسم الكيمياء. سر
عيونك المطر والوعد خضر قد زهر وامسى جميل الله فرحا يليق بنا تمام ولنحيا بحب وسلام. وندعو إلى المنصة الطالبة الخريجة الأولى على الدراسة المسائية. طبعا بسبب الدرون طيرت الأوراق. الطالبة الخريجة سجى عبد الله أحمد، وكذلك الطالبة الخريجة سارة محمد أحمد، والطالبة الخريجة وديان فوزي نوري من قسم الفيزياء. ونتقدم بالشكر الجزيل باسم السيد رئيس جامعة البصرة والسادة أعضاء مجلس الجامعة إلى الأخوة الأعزاء في بيت العاشور على دعمهم المباشر والمستمر إلى طلبة الأقسام الداخلية وإلى تكفلهم بالعديد من فقرات مراسيم التخرج من الضيافة لأكثر من 11,000 وجبة قدمت إلى عوائل الطلبة الخريجين وخريجينا، فتحية احترام وتصفية كبير لهم لهذه الجهود المباركة. وديان فوزي نوري. وبذلك نتقدم بالشكر الجزيل للسيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة والسادة أعضاء مجلس الكلية على جهودهم المتميزة في تخريج هذه الدفعة الطيبة. والآن انتقال من كلية التربية للعلوم الصرفة إلى كلية التربية للعلوم الإنسانية، ونتشرف بدعوة السيدة عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية إلى المنصة للمشاركة في تكريم الطلبة الخريجين الأوائل على كليتها. وندعو الطالب الأول على كلية التربية للعلوم الإنسانية الطالب الخريج مهند حامد سالم الحاصل على معدل 94 من قسم اللغة الإنجليزية. والطالبة الخريجة نورة فالح حسن الحاصلة على المركز الثاني للدراسة الصباحية من قسم اللغة الإنجليزية. والطالبة الخريجة الحاصلة على المركز الثالث دنيا عبد الكريم عبد الله الحاصل على معدل 90 من قسم اللغة الإنجليزية. وبذلك يعتبر هذا القسم من أكفأ الأقسام في هذه الكلية. وكذلك الطالب أو الطالبة الخريجة الأولى على الدراسة المسائية من قسم اللغة الإنجليزية كذلك فاطمة صفاء الدين الحاصلة على معدل 91، فتتفضل إلى المنصة. والطالب الثاني على كلية التربية العلوم الإنسانية للدراسة المسائية الطالب الخريج كرار حامد من قسم التاريخ. والآن ندعوكم إلى التصفيق إلى الطالب الثالث على كلية التربية العلوم الإنسانية الطالب الخريج هند عماد حميد من قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي. تصفيق كبير. نتقدم بالشكر نثمن جهود السيدة عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية
والسادة أعضاء مجلس كلية تربية العلوم الإنسانية على جهودهم المتواصلة في تخريج هذه الدفعة المتميزة خدمة لطلبتنا ومجتمعنا الأعزاء. والآن إحدى الطالبات الخريجات متأخرة في الوصول، فيجب أن نكرمها أمام المنصة. فتتفضل، نصفق الهلين متأخرة. أحسنت، صفقة كلش مو شو اسمه. صوتيات، أوف الأكل هسه. والآن نشكر السيد عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية وانتقاله إلى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، ونتشرف بدعوة السيد عميد الكلية المحترم ونثمن جهوده على وقوفه على اللجان ومتابعتها في تنظيم هذه المراسيم لتخرج دفعة جامعة البصرة. وندعو طالبة الخريجة فاطمة أنور عبد الله الحاصلة على المركز الأول على الكلية، وكذلك الطالب الخريج أمير حسين حداوي الحاصل على المركز الثاني على كلية التربية وعلوم الرياضة، وكذلك الطالب الخريج سجاد أحمد عبد الزهرة الحاصل على المركز الثالث للدراسة الصباحية. صوت، صوتيات علي. ننتقل إلى الدراسة المسائية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة والطالب الأول عليها الطالب الخريج فواز عيسى كريم، وكذلك الطالب الخريج الثاني على الكلية محمد علي سلمان. طبعا تحية حب واحترام إلى الطالب الخريج محمد علي سلمان. الموظف في رئاسة جامعة البصرة وسكرتير السيد رئيس الجامعة وحاصل على درجات عليا ويواكب الليل بالنهار في خدمة المجتمع، فتحية حب واحترام له الطالب الخريج محمد علي سلمان الثاني على كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، واسمع تصفيق منكم. والطالب الثالث على كلية خالد وليد هاشم بعد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
نثمن جهود السيد العميد ومجلس الكلية المحترم على جهودهم في تخريج هذه الدفعة، ونثمن جهود أساتذة الكلية في تنظيم مراسيم الحفل المركزي لتخرج هذه الدفعة المباركة وانتقاله إلى الكلية العريقة كلية القانون. ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية القانون المحترم إلى المنصة، وندعو الطالب الخريج الأول على كلية القانون علي حميد ناصر الحاصل على معدل 92، وبذلك يعتبر الأول على كلية القانون. وبعد ذلك الطالب الخريج شكران حيدر جاسم الحاصل على المركز الثاني على كلية القانون. ولتتحضر الطالبة الخريجة بنت الهدى عبد الباسط الثالثة على كلية القانون. تحية حب واحترام إلى اللجنة الطلابية. وانتقاله إلى طلب الأوائل على كلية القانون للدراسة المسائية طالب الخريج محمد مهدي عبد السادة، وكذلك الطالب الخريج عباس ماهر إبراهيم، والطالب الخريج الثالث على الكلية للدراسة المسائية طالب الخريج حيدر عبد علي عبد الحسين، فليتفضلوا إلى المنصة التكريم محفوفين بالتصفيق الحار. الآن نرى على المنصة طلب الثلاثة الأوائل على كلية القانون للدراسة المسائية، فتصفيق حار لهم. ما شاء الله ما شاء الله. إيه لا تبرد. وليتحضروا الطلبة الخريجين على كلية الفنون الجميلة ما بعدهم مباشرة. لا ننسى الدور الكبير إلى رجالات قسم المتابعة في إدارة وحفظ أمن هذه المراسيم الذين واصلوا الليل بالنهار لجهودهم تصفيق حار. نشكر الدكتور ممثل الحاج سامي العاشور على جهوده في مشاركتنا ودعمه إلى هذه المراسيم، فشكراً للدكتور مختار. ونشكر السيد عميد كلية القانون والسادة أعضاء مجلس الكلية على جهودهم في تخريج هذه الدفعة الطيبة وانتقاله إلى كلية الفنون الجميلة. ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية الفنون الجميلة إلى منصة التكريم للمساهمة في تكريم الطلبة الخريجين الأوائل على كليته. وندعو الطالبة الخريجة رؤى حاتم عبد الزهرة الأولى على كلية الفنون الجميلة للدراسة الصباحية من قسم الفنون التشكيلية، وكذلك الطالبة الخريجة خديجة عبد الزهرة عبد الحاصلة على المركز الثاني على كلية الفنون الجميلة. صوتيات. والطالبة الثالثة الطالبة الخريجة فاطمة علي محمد الحاصلة على المركز الثالث من كلية الفنون الجميلة من قسم الفنون الموسيقية.
والآن انتقال إلى الطلبة الثلاثة الأوائل على كلية فنون جميلة للدراسة المسائية. الطالبة الخريجة سجى جواد يوسف الحاصلة على المركز الأول من قسم الفنون التشكيلية. والطالب الأول على قسم السمعية والمرئية أركان فوزي عبد المجيد، الثاني على كلية الفنون الجميلة للدراسة المسائية. وتحية احترام إلى الطالبة الخريجة منى علي حسين الموظفة في الكلية التي تميزت وحصلت على الدرجات العلى في قسم التربية الفنية، وهذا لا يمانع أن يكون الموظف مبدعاً في وظيفته ومتفوقاً في دراسته، فتحية إجلال لهكذا جهود الذي يجمع ما بين الدراسة والوظيفة. شكراً جزيلاً للسيد عميد كلية الفنون الجميلة والسادة أعضاء مجلس الكلية الأعزاء لجهودهم المتواصلة في تخريج هذه الدفعة المباركة. ومن الفنون الجميلة انتقاله جميلة إلى كلية الطب البيطري، ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية الطب البيطري للمساهمة في تكريم الطلبة الخريج الأوائل على كليته، وابتداء بالطالبة الأولى على الكلية الطالبة الخريجة بنين حيدر مسلم الحاصلة على معدل 84. ونسمع هلاهل الأهل والعائلة، فتصفيق حار إسناداً لعائلتها. والطالب الثاني، الطالب الخريج الثاني على كلية الطب البيطري عمار أحمد قاسم وكذلك فتتحضر الطالبة الخريجة إيمان عبد الكريم الحاصلة على المركز الثالث على كلية الطب البيطري. وهناك شكر وهدايا مقدمة من عمادة كلية الطب البيطري ومجلس كلية الطب البيطري ونقابة الأطباء البيطريين في البصرة وإدارة المستشفى البيطري في البصرة ومديرية زراعة البصرة. قدموا هدايا إلى الثلاثة الأوائل على كلية الطب البيطري، فشكراً لهذه الجهود، ويعتبرون كلية الطب البيطري كلية محظوظة بالهدايا، تستاهلون بالتوفيق. ونستغل هذه الفرص لشكر من ساهموا في إنجاح هذه المراسيم التي نظمت بفترة قياسية خلال يومان فقط. تم الإعاز إلى اللجان التنظيمية صباح يوم الاثنين، وباشروا بالعمل الثلاثاء والأربعاء، وأعدوا لكم ما ترونه
فشكرا لرجالات قسم شؤون الأقسام الداخلية الذين أخذوا على عاتقهم نقل طلبة الأقسام الداخلية في كافة مواقع الجامعة ونقلهم إلى ملعب جذع النخلة ليصل إلى أكثر من 1200 طالب وطالبة من طلبة المحافظات العراقية الدارسين في جامعتنا، فتحية حب واحترام لهم. شوف الطب البيطري محمل هدايا ما شاء الله محملين، ونعيد أنه الهدايا مقدمة من عمادة كلية الطب البيطري ومجلس الكلية ونقابة الأطباء البيطريين والمستشفى البيطري ومديرية زراعة البصرة. فيحتاج أنه نساعدهم ساعدوهم بشيل الهدايا لجنة التنظيمي. شكرا جزيلا إلى السيد عميد كلية الطب البيطري ومجلس إدارة الكلية في جهودهم المتميزة وجهودهم في تخريج هذه الدفعة المباركة وانتقاله من كلية الطب البيطري. شوف يعني لازم يساعدوهم بالهدايا. شكرا دكتور سيف والأخوة يستاهلون كلية الطب البيطري. الانتقال إلى كلية التربية للبنات وندعو ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية التربية للبنات للمساهمة في تكريم الطلبة الأوائل على كليتها. وندعو الطالبة الأولى على كلية التربية للبنات الطالبة الخريجة فاطمة مرتضى صبري من قسم اللغة العربية، وكذلك الطالبة الخريجة نور الهدى عباس من قسم التاريخ، والطالبة آلاء مهند عبد الواحد الحاصلة على المركز الثالث من قسم العلوم التربوية والنفسية. وكذلك الطالبة الخريجة حنين علاء عبد الحسين وكذلك الطالبة الخريجة زينب ناجي محمد للدراسة المسائية الحاصلة على المركز الأول على كلية التربية للبنات، والطالبة الخريجة علا حسين صبري، ونسمع الهلائهل من عائلتها ونصفق دعما لعائلتها. انتم اللي هيك ان شاء الله. الطالبة الخريجة آيات مؤيد عبد النبي الحاصلة على المركز الثالث على كلية التربية للبنات من قسم اللغة العربية. والآن نشكر شكر خاص إلى إدارة قسم شؤون الديوان بكافة شعبه من الآليات والبسدنة والخدمات والصيانة على مواصلتهم الليل بالنهار في إنجاح مراسيم تخرج هذه الدفعة، فتحية احترام إلى هذا القسم الموفق.
ولا ننسى الجهد الكبير إلى من ينقل مراسيم هذا التخرج الكبير الذي عدته جامعة البصرة في تحية احترام وتقدير إلى قسم الإعلام والاتصال الحكومي في رأس جامعة البصرة إدارة وكوادر وشعب كليات وكذلك القنوات الإعلامية الساندة، فتحية احترام إلى كل الأخوة وتصفيق حار لهم. الشمال الغالي يبقى شامخ عالي يسموك الجبالي وندعو طالب الخريجة نور علي مشكور من كلية التربية بنات. طالب الخريجة نور علي مشكور فتتفضل إلى المنصة. وليتحضر خريجو كلية الصيدلة. كلية الصيدلة. والآن نكرم طالب الخريجة نور علي مشكور الثالثة على الدراسة الصباحية من قبل عميد كلية التربية للبنات. نشكر ونتقدم بالثناء الجزيل للسيدة عميد كلية التربية للبنات ومجلس هذه الكلية المباركة على جهودهم المتميزة في تخريج دفعة إلى فائدة المجتمع العراقي كل حسب تخصصه. وانتقالة جميلة إلى عميد كلية الصيدة ونتشرف بدعوته إلى المنصة لتكريم طلبته الأوائل على الكلية. والطالبة الخريجة الأولى على كلية الصيدلة، الطالبة الخريجة فاطمة وسام حمزة الحاصلة على معدل 86، فتحية اعتزاز لها. الآن بشرى إلى اللجان المشاركة من السيد رئيس جامعة البصرة حيث يكون لهم تكريم خاص أمام مجلس الجامعة الموقر في مبنى رئاسة الجامعة بإذن الله تعالى لكافة اللجان المشاركة، فتحية شكر واحترام للسيد رئيس الجامعة لتثمينه جهود الحاضرين جميعا. شوف الصفقة بيها تكريم، شوف الصفق والهاي اللي بيها تكريم. ونرى أمامنا الطالبة الثالثة على كلية الصيدلة، الطالبة الخريجة ضحى عسل بداي الحاصلة على معدل 83 وبذلك المركز الثالث من نصيبها. وانتقالة مميزة إلى الأخوة في مديرية صحة البصرة الإسعاف الفوري الذين واكبونا وجهزوا المستعدين للحالات الطارئة، ونشكر جهودهم وتحية احترام لهم والفرق الساندة، تصفيق حار لهم. نشكر السيد عميد كلية الصيدلة المحترم والسادة أعضاء مجلس الكلية الأعزاء على جهودهم في تخريج هذه الدفعة المباركة. ومن كلية الصيدلة انتقال إلى كلية التربية القرنة.
وبذلك نتشرف بدعوة السيد عميد كلية التربية القرنة محفوفا بالتصفيق الحار إلى منصة التكريم. وطالب الخريج الأول على كلية التربية القرنة، طالب الخريج أياد حسن عيسى، والطالب الخريج كوادر عودة درويش، والطالب الخريج أسراء أبو الهيل خزعل. هؤلاء الثلاثة الأوائل على كلية التربية القرنة للدراسة المسائية. تحية تصفيق إلى طالب الخريج الأول على الدراسة المسائية، وهو يجاهد في حياته ويجاهد في دراسته للحصول على المراكز الأولى، فتحية تصفيق حار إلى هذه الجهود المباركة. أمامكم ترونها لوحة فنية. شكرا جزيلا لهذا الإنجاز والمثابرة على الاجتهاد. وانتقال إلى الطلبة الأوائل على كلية التربية القرنة للدراسة الصباحية، الطالب الخريج حوراء صادق، وكذلك الطالب الخريج مرتضى مطير صبيح، والطالب الخريج سكينة أحمد هلول، فليتفضلوا مشكورين إلى المنصة. حيا الله القرنة. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى من أدار تنظيم وفرز الطلبة الأوائل وتنظيم برنامج الحفل وهذه المراسيم، إلى قسم التخطيط والدراسات والمتابعة إدارة ووحدة وشعبا في هذا القسم المبارك التابع إلى رئاسة جامعة البصرة. وليتحضروا خريجو كلية طب الأسنان، وبذلك نلتمس العذر من كلية طب الأسنان وكلية التمريض على ورودهم سهوا، وهم مقدمين في التسلسل الزمني على كلية التربية قرنة. دراسة المسائية طالب الخريج أياد حسن، وطالب الخريج كوادر عودة، وطالب الخريج أسراء أبو الهيل.
كلية التربية العلوم الصرفة، الطالبة الخريجة زينب عبد الرسول حسن، وطالبة الخريجة رقية علاء غالب، وطالب الخريجة زمن حسن صالح. وبسبب عدم وصولهم ندعو الطلبة الخريجين للدراسة المسائية، طالب الخريجة تمامة حسين عدنان، وطالب الخريجة آيات أكرم نعمة، وطالب الخريجة سماح باسم عبد المنير. حيث أن كلية تربية القرنة ننوه بأنها تحتوي على العلوم الإنسانية والعلوم الصرفة، وبذلك تحصل على أكثر من 9 أوائل على الكلية. سارة، الطالبة الخريجة سارة قاسم جبر، فلتتفضل إلى المنصة لتكريمها. وطالبة الخريجة سماح. ولا ننسى جهود كلية الفنون الجميلة، سيد عميد كلية الفنون الجميلة والكادر الإداري والتدريسي في جهوده في تنظيم هذا المسرح ودعوته إلى الشركة المنظمة لهذا المسرح، فتحية احترام لهم. وتحية حب واحترام للطالبة الخريجة الثاني على كلية الصيدلة الذي نسيناه سهوا، الطالب أمير قصي فاضل الحاصل على المركز الثاني للكلية. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية التربية القرنة للعلوم الإنسانية والصرفة ومجلس الكلية لجهودهم، ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية طب الأسنان للمشاركة مع السيد رئيس الجامعة والمساعدين والسيد أمين المجلس لتكريم الطلبة الأوائل على الكلية، وانتقال إلى الطالب الأول على كلية طب الأسنان الطالب الخريج فيصل ميثاق فيصل. وبعد الطالب الأول الطالب الخريجة حاصل على المركز الثاني علي نبيل عبد الرزاق.
حاصل على معدل 86. والطالبة الخريجة الحاصلة على المركز الثالث مينا علي فيصل الحاصلة على معدل 86 في كلية طب الأسنان. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة المدينة الرياضية وإدارة ملعب البصرة الدولي على إتاحتهم الفرصة لجامعة البصرة لإقامة مراسيم تخرج دفعتها 56 تحت مسمى طوفان الأقصى. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية طب الأسنان ومجلس الكلية الموقر على جهده في تخريج هذه الدفعة المباركة وانتقاله إلى كلية التمريض. ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية التمريض للمساهمة والمشاركة في تكريم الطلبة الخريجين الأوائل على كليته للدراسة الصباحية والمسائية، وابتداء من الطالبة الخريجة زينب خليل عبد الله الحاصلة على المركز الأول على الكلية. والطالبة الخريجة الثانية على كلية التمريض هبة الله محمد خالد فلتتفضل مشكورة إلى منصة التكريم. وننوه على أن هذه الهدايا مقدمة من رئاسة الجامعة والسيد عميد كلية التمريض إلى طلبته الأوائل. ونتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة الضيافة ولجنة التشريفات في إدارة المقصورة الرئاسية، وكذلك إلى الفريق الساند من فريق ستارت أب الأخوة الأعزاء من شركة نفط البصرة. والطالبة الخريجة الثالثة على كلية التمريض نور الهدى عبد الله والطالبة الخريجة نرجس جميل سبتي الحاصلة على المركز الأول على كلية التمريض للدراسة المسائية، وهذه الهلاهل مبتهجين بهذا التخرج المتميز. وانتقال إلى الطالب الخريج علي أسعد عبد النبي الحاصل على المركز الثالث العفو الثاني على كلية التمريض. ولأجلك مودت ألف يد فهنئا لمن جد وجد خيرا وحب النار.
الطالبة الخريجة ضحى سمير عبد الجبار الحاصلة على المركز الثالث من كلية التمريض. شكر وتقدير إلى الأخوة الطلبة من جامعة البصرة والجامعة الساندة من الفرق التطوعية المساهمين في لجان الضيافة من كافة الكليات المسمى اللجنة الطلابية. شكرا جزيلا لكم الذين حضروا بأكثر من 600 عنصر توزعوا على كافة المدرجات في ملعب جذع النخلة، وهذا إنجاز يحسب لهم. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية التمريض والسادة أعضاء مجلس الكلية الأعزاء لجهودهم في تخريج هذه الدفعة المباركة. والآن انتقاله إلى كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وسط أهازيج طلبته والمحبين له من الكوادر التنظيمية. اشرق بسمة بعين الظلمة واضحك وارسم احلامك وتكون. وندعو الطالب الاول الطالب الخريج على كلية العلوم الحاسوب الطالب علي بسام محسن الحاصل على المركز الاول في قسم علوم الحاسوب، وليتحضر. ما شاء الله عاشت ايدك. هيجي هيجي نريد تفاعل. اي هيجي تفاعل لان عميدكم. والان انتقاله الى الطالب الخريج طالب الخريجه فاطمه علي حميد الحاصله على المركز الثاني من قسم علوم الحاسوب. وانتقال إلى الطالب الخريج الحاصل على المركز الثالث حيدر وسام ياس من قسم النظم المعلومات الحاسوبية. هناك تفاعل كبير من كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. وانتقال إلى الدراسة المسائية في نفس الكلية، وندعو الطالبة الخريجة نوال مسلم حمود من قسم علوم الحاسوب. وأن هذه الهدايا مقدمة من رئاسة جامعة البصرة والسيد عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وأكيد لابتوبات لأن اختصاصهم. فنشكر السيد عميد الكلية. وطالب الخريج مصطفى محمود شاكر الحاصل على المركز الثاني من قسم نظم المعلومات الحاسوبية. وطالب الخريج الحاصل على المركز الثالث محمد رضا عبد الرحمن من قسم علوم الحاسوب. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والسادة أعضاء مجلس الكلية لجهودهم في تخريج هذه الدفعة المباركة، وإلى طلبتهم الأعزاء. وانتقال إلى كلية علوم البحار، ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية علوم البحار والسيد مدير مركز علوم البحار المحترم للمساهمة في تكريم الطلبة الأوائل على الكلية، حيث نستقبل الطالبة الخريجة الأولى على كلية علوم البحار الطالبة الخريجة مريم قصي عبد الرحمن. تلقى طموحك مثل الخاتم
وبعد الطالبة الخريجة مريم دعوة إلى الطالب الخريج مرتضى عقيل عزيز وسط الهلاهل والابتهاج. وطالبة الخريجة الحاصلة على المركز الثالث على كلية علوم البحار طالبة الخريجة نبأ صالح عبد الله. ونشكر كافة القوات الأمنية المساهمة في حفظ هذا الكرنفال البصري الضخم من القوات الأمنية، وإضافة إلى قوة أمن الملاعب الذي ساهموا مساهمة كبيرة، وإلى الجوق الموسيقي من قيادة شرطة البصرة، وإلى كردوس حملة الأعلام من رئاسة الأكاديمية البحرية العسكرية في البصرة، وتحية حب إلى كافة الكوادر لا سيما في مديرية الدفاع المدني على توفيرها حوضيات ولجان مساندة إلى الكرنفال. شكراً، الشكر الجزيل للسيد عميد كلية علوم البحار والسيد مدير عام مركز علوم البحار لجهودهم المتميزة، ومجلس كلية علوم البحار لجهودهم المتميزة في تخريج هذه الدفعة المباركة. وانتقاله إلى الكلية الأخيرة الكبيرة في عطائها، كلية الإدارة والاقتصاد قرنة، ونتشرف بدعوة السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد القرنة لمساهمة في تكريم الطلبة الخريجين الأوائل على كليته. وندعو الطالبة الخريجة حوراء كريم حيدر الحاصلة على المركز الأول من قسم إدارة المشاريع. ونتشرف بدعوة السيد نقيب الأكاديميين وعضو مجلس جامعة البصرة الأستاذ دكتور ضياء الفكيكي إلى المنصة للمساهمة في تكريم الطلبة الخريجين الأوائل من جامعة طالبة الخريجة زهراء عبد الهادي كامل الحاصلة على المركز الثاني على كلية الإدارة والاقتصاد قرنة، وكذلك الطالبة الخريجة الثالثة دعاء عزيز خضر من قسم التمويل والاستثمار، وتحية حب واحترام إلى هذه الكلية المعطاء وإلى طلبتها الذين ساهموا مساهمات فاعلة في النشاطات الطلابية لخدمة المجتمع. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد قرنة ومجلس الكلية الموقر في جهودهم على تخريج هذه الدفعة المباركة. وندعو الأستاذ الدكتور شكري مدير قسم شؤون الطلبة والتسجيل عضو مجلس جامعة البصرة إلى المنصة
للمساهمة في تكريم. والآن انتقاله إلى فقرة تكريم العالم العراق والمصنف الأول على مستوى العراق والوطن العربي ومن عشر الأوائل على مستوى العالم، وهو أمامكم على المنصة، وتشرفت جامعة البصرة به، وهو الأستاذ الدكتور علي حسين رشق المساعد العلمي لرئيس جامعة البصرة، ويكرم من قبل السيد رئيس الجامعة لحصوله على هذه المراتب. والآن ندعو السيد مدير قسم شؤون الطلبة والتسجيل ليتم تكريمه من قبل السيد رئيس جامعة البصرة أستاذ الدكتور شكري المحترم. هذه اللوحة المتميزة من إدارة قسم ورجالات المتابعة المتميزين في رأسة الجامعة ومواقع الجامعة الأعزاء، تشرف بدعوة السيد مدير قسم المتابعة ليتم تكريمه نيابة عن رجالات المتابعة الأشاوس، فليتفضل السيد مدير قسم المتابعة إلى المنصة. والآن نرى أمام المنصة صورة لرجالات المتابعة في رئاسة الجامعة والمواقع التابعة لها. ونؤجل الصور الجماعية بعد انتهاء الحفل لأننا لم ننتهي رجاءً. والآن حسب توجيهات السيد رئيس الجامعة نكرم السادة رؤساء أقسام الجامعة، فليتفضلوا إلى المنصة مع التقدير. السادة رؤساء أقسام جامعة البصرة، فليتفضلوا إلى التكريم من قبل السيد رئيس الجامعة. ونرى هناك لك تكريم من قسم التخطيط والطفلات إلى رئيس جامعة البصرة بباقة ورد تثمينا لجهوده. السادة مدراء الأقسام في رئاسة جامعة البصرة، الرجاء التوجه إلى المنصة لغرض التكريم المعنوي لجهودكم في الشمال الغالي.
والشكر والتقدير إلى من يحمون رئيس جامعة البصرة والسادة أعضاء مجلس الجامعة من قوة حماية الشخصيات في البصرة، فتحية احترام إلى هذا القسم الشجاع الذي يواكب المسيرة التعليمية في جامعة البصرة. احترام لهم إلى القوة الأمنية في قسم حماية الشخصيات. وإلى السادة رؤساء اللجان التنظيمية، لجنة الضيافة، لجنة الترشيفات، دكتور نعيم، دكتور سعد، دكتور قصي كذلك، ومن يفوتني ذكره سهوا، السادة رؤساء اللجان، دكتور صلاح، السادة رؤساء اللجان في مراسيم التخرج المركزي، نتشرف بدعوتكم إلى المنصة لغرض التكريم من اللجنة المركزية العليا المشرفة على المراسيم. تحية احترام إلى السيد مدير شعبة الجراج والآليات لدعمه المتواصل في توفير الآليات المطلوبة لهذه المراسيم. ولا ننسى إلى أصحاب الفضل في انتقالاتنا إلى كوادر شعبة الآليات، إلى السائقين، سائقي السادة عمداء الكليات، سائقي كل تشكيلات الجامعة، لأن وصل لدينا عتب منهم، فتحية احترام لهم. أن الجميع أدى دور كبير في إنجاح هذه المراسيم. ونستقبل في المنصة لجنة التشريفات التابعة إلى كلية الإدارة والاقتصاد بإدارة السيد معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور نعيم المحترم. فشكراً إلى كلية الإدارة والاقتصاد، وشكراً إلى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الذين ساهموا مساهمة فاعلة في لجان ضبط المسير وضبط الكراديس، وكذلك إلى كلية الفنون الجميلة في إدارتها لشؤون المسرح والصوتيات، وكذلك كلية الزراعة وكلية علوم الحاسوب الذين ساهموا وأشرفوا على إدارة لجنة الضيافة الذين قدموا ضيافة لأكثر من 11,000 من الحاضرين من طلبتنا الخريجين وعوائلهم وضيوفنا الكرام. والآن نشكر حسب توجيه السيد رئيس الجامعة المحترم السيد مدير دار الكتب والسيد مدير المطبعة في جامعة البصرة. وبعد هذه الصورة التذكارية السادة المصورين، ترى شكرتكم عقيل انتم بالقلب والحسن. شكرنا.
توجيهة السيد رئيس الجامعة. فهناك لقطات جماعية للكوادر المشاركة، ويكون في مسك الختام مجلس الجامعة. فنطلب من السادة مجلس الجامعة أن ينتظروا ولو قليلا. والآن ندعو إلى المنصة قسم العلاقات والإعلام والاتصال الحكومي والكوادر في الإعلام الساند إلى المنصة لالتقاط صورة جماعية لكافة الكوادر الإعلامية في جامعة البصرة مع السيد رئيس الجامعة والسادة المساعدين، تثمينا وتقديرا لجهودهم. السادة مدراء الوحدات في الكليات من الإعلاميين، والسيد رئيس لجنة العلاقات العامة في هذا القسم. هذه المراسم اعتدنا عليها كل عام لتكون ذكرى كبيرة ومعنوية لنا. صوتيات. ولا ننسى إلى من واصلوا الليل بنهاره حرفيا صراحة، وأنا أشهد عليهم، إلى شركة فيو بقيادة الأستاذ حسن عضيد، الذين تكبدوا عناء السفر من محافظة بغداد وطلب الأجهزة وتنظيم هذه المراسيم من استيج وشاشة ونقل مباشر وصوتيات جميلة ورائعة، وكذلك من فعاليات إطلاق الأخوة في أمن الملاعب جزاهم الله خير، حصلوا على جوز دان في مبلغ مالي. إلى الطالب حسين علي عبد من كلية التربية العلوم الإنسانية، يجينا هنا يم الأخ في أمن الملاعب، راح يسيد السيد هو والآن. شكرا جزيلا للأخوة في قسم الإعلام والاتصال الحكومي، ونطلب منهم مغادرة المسرح. لفسح المجال إلى الآخرين. دكتور سعد لايث. والآن نتشرف بدعوة مجلس جامعة البصرة من السادة عمداء كل